الو رائد، شنو هالحركات يعني؟ ما تفتحي؟ ترى مو من شيء من الريايل انه يسوون هالحركات. شنو يعني تطلع لي اسبوع وتختفي اسبوعين؟ على بالك انا لعبه عندك؟ على فكره ترى انا متصله الحين مو علشان شيء، علشان اوقف كل شيء عند حده. انا عبالي متصل علي تعزيني. شنو؟ عبالي تدري ان امي صار لها فتره بالمستشفى وامس توفت الله يرحمها. انا اسفه رائد، والله ما ادري، توني دريت منك. عظم الله اجرك. انا كنت ناظر كل حياتي حق امي، حتى وهي تعبانه وانا ادري انها مو بالدنيا، ادري انها ما تتكلم وسمعها ضعيف، بس كنت احس انها هي الوحيده اللي تحن علي وتحس فيني. حتى يوم طلع قرار شغلي بلندن قلت والله ما اخليها، اخذها معاي واصرف كل اللي يجيني عليها، بس ابيها تكون يمي، هذه امي ما راح اخليها. لا تضايقت كنت اروح يم راسها واسولف لها واقول لها كل اللي بقلبي، وانا ادري انها ما قاعد تسمعني، بس لما اقول لها بقلبي ارتاح وايد. ارتاح وضاح الحين امي راحت، وان راحت يعني ما عندي احد بالدنيا. وايد انكسرت، أتمنى الله ياخذ روحي ولا آخر. أحس إني ضعيف وخايف.